اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل باميه بدبس الرمان ومكعبات اللحمه، وهنعمل سحلب بالفستق والمربى، وهنعمل كمان رز بالشبت. تعالوا نشوف الباميه اللي بدبس الرمان، على فكره لذيذه جدا وبتبقى مززه كده للناس اللي بتحب الحاجه المززه. اول حاجه هنعملها هجيب مكعبات اللحمه، الاول طبعا الزبده هتسيح على طول لان انا اصلا مسخنه الطاسه كويس قوي. هحط فلفل اسود، وهحط كمان ثوم مفروم كده، وهبتدي احط مكعبات اللحمه. تعرفين اللحمه اصلا لما بتتحط على النار حجمها بيقل النص بالظبط. هنستنى لحد ما لونها يتغير ونقلبها كده. اول ما اللون بتاعها هو اقلبها ويبقى اللون التاني، هبتدي احط البصل وبقيه الثوم، ولما يدبل كده البصل هبتدي احط الباميه. بس قبل ما اعمل الخطوات دي هحط اصلا دبس الرمان دلوقتي. والسكر، معلقة سكر كبيرة، والبهارات. احط بقى البصل، والثوم، هجيب بقى طاسه احط فيها بقيه الزبده عشان هشوح الباميه. ممكن نحطها من غير تشويحه بس انا بحب اشوحها، اشوح الخضار الاول. اول ما لونها يبتدي يتغير واحس انها استوت شويه هبتدي احط عليها صوص الطماطم، اللي هو صلصه الطماطم والطماطم المخليه. الطماطم المخلية دي احنا عارفين بتتعمل ازاي، بس ممكن اقول لكم تاني. بنجيب الطماطم ونحطها في مية سخنة، وبعد كده نشيل القشر منها، وممكن نحط عليها معلقتين صلصة وعصرة ليمون وندخلها الفريزر عشان نعمل كميات، عشان لما نيجي نطبخ نطلع على طول ونستخدمها بدل ما نجيب الجاهزة، وبدل ما نقعد كل مرة نعمل نفس الخطوة مع الاكل. والطماطم من الحاجات اللي بتدي طعم للاكل اللي بتعسله كده مع الصلصه، يعني الصلصه بحسها مش كفايه زي ما لما بنحط الطماطم الفريش. ابتدي بقى احط الصلصه، شايفين لونها بقى حلو ازاي. وهنحط طماطم، هنسيبها كده تتسبك شوية. نبتدي نحط البامية. البامية من الحاجات اللي ما نحطهاش والطاسة سخنة قوي عشان ما تمسكش فيها وتدبل، نسيبها كده تسخن براحتها. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية اكلاتنا؟ خليكم معايا.
كده البامية خلاص واللحمة، نبتدي بقى نحطها في الطاجن عشان احنا هندخلها الفرن. كده تمام، نحط بس شوية مرقة وهندخلها الفرن لمدة ربع ساعة ان اللحمة مستوية وكله. نبتدي بقى نعمل الرز. هنعمل رز النهاردة بالشبت واللوز. وهنعمل كمان سحلب. تعالوا اقول لكم هنبقى محتاجين ايه للسحلب. هنبقى محتاجين سحلب وسكر ومية ورد وفستق مجروش ومربة ورد او مربة فراولة وكمان شربات وكمان لبن. هنحط اللوز كده لحد ما يتحمر وبعد كده الزبيب وبعد كده الشبت وهنحط الرز. نبتدي برضو نعمل السحلب عقبال ما الرز اللوز يتحمر. اول حاجة هنحط اللبن وهنحط معاه السكر والسحلب. مقادير بالظبط هتطلع عندكم على الشاشة. قلبهم كده كويس قوي مع بعض لحد ما نحس ان السحلب تقل شوية. هنا بقى نبتدي نحط الزبيب السحلب من المشروبات الشتوية جدا اللي محدش فينا ما بيحبوش. كلنا بنحب السحلب قوي، من الحاجات اللي طعمها جميل فعلا. نبتدي نحط الشبت شبت عامله ريحه حلوه قوي. نبتدي بقى نحط له الميه كان عندي مرقه، كنت ممكن احط مرقه، ممكن احط شويه مرقه بس تدي له طعم.
هنبتدي بقى نقلب في السحلب كويس. كده تقل شويه، نبتدي بقى نحط له ميه الورد بالظبط معلقه صغيره خالص. الرز كمان انا شايفاه كده استوى. مشكله السحلب ان احنا لازم نفضل نقلبه، لو بطلنا تقليب يكلكع ويشيط من تحت. ابتدي احط له الفستق اللي مش مجروش العادي، وهو اصلا بيبقى فيه سمسم وزبيب. لو جايبينه سادة من غير حاجة نبتدي بقى نزود زبيب سوداني اللي انتوا بتحبوه. اول حاجة بقى هنعملها هنا هنحط شوية من الشربات كده، هنحط هنا كمان، وهنبتدي نحط الفستق المجروش تحت كده. هنحط فستق تحت، سيبه بس يتقلسلنا كده كمان. نحط الرز كده، فاضله حاجه بسيطه قوي، نطلع طاجن الباميه باللحمه. كده خلصنا الطاجن بتاع الباميه. كده السحلب تقل، نحط برضو شربات عشان كده احنا ما حطيناش سكر كتير، عشان الشربات بنحطه زي ما انتم شايفين كده طبقات. عارفين بنحط الشربات ليه؟ عشان الفستق ما ينزلش تحت. وكده يبقى النهارده عملنا السحلب زي ما انتم شايفين بطريقه جديده وسهله، وعملنا كمان طاجن الباميه باللحمه ودبس الرمان، وحطينا جنبهم رز بالشبت واللوز والزبيب. يا رب الاكل النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.